أهلا بكم من جديد. نحن وأنتم ضلال الأصيل، مساحات متنوعة في هذا المساء. نرحب بكل من انضم الآن للمتابعة والمشاهدة. المحطة القادمة ضيفتي فيها أثرت الوجدان السوداني من خلال ما قدمت من حروف ومن كلمات، الكلمات التي تحط على الوجدان كأنها فراشات. قدمت للمكتبة السودانية أكثر من ديوان شعر وهي تتأهب لتقدم المزيد. نرحب بضيفتي داخل الاستوديو نيابة عنكم الشاعرة سارة كشان. مرحبا بك حبابك عشرة. أهلا بك نزار، وأهلا بكل المشاهدين، وأهلا بكل متابعي قناة الشروق القضائية. سارة، ماذا بعد مدارس ريد ديوانك الدشنتيو؟ شو بعده؟ إن شاء الله نفاج نور، ده النفاج الجديد إن شاء الله حنطل من خلاله، وإن شاء الله يا رب يكون فعلا نفاج نور بإذن الله. ده الديوان الثالث مش كده؟ أيوة إن شاء الله. نعم. طيب قبليه كان في دعاش؟ دعاش الأول مدارس ريد 2018. طيب جميل، نتكلم عن التجربتين دي أضافهم شنو لمسيرتي كشاعرة؟ والناس يتلقوين كيف؟ وجود ذاته ديوان لشاعر في المكاتب السودانية أعتقد برضو إثبات لتجربة الشاعر ولشاعرية الشاعر يعني. نعم. في شعر كتار بيكتبوا الشعر لكن ما عندهم دواوين. نعم بالضبط كده. سبحان الله يا نزار، يمكن تدشين دعاش هو كان الباكورة في 20/4/2017، فسبحان الله القصائد اللي كانت في معيتي كانت أكثر من طلعت في الديوان، فيمكن عشان أنا جديدة في الموضوع وما كنت عارفة يعني أنا إنه مثلا ممكن كل القصائد أو الديوان ممكن يستوعب أكبر قدر من القصائد ممكن، فأنا قمت قسمتها القصائد بتاعتي أو الجزء الأكبر أوليته لدعاش يعني، وجهزت للتدشين وكده، فبجد حسيت بعظمة إنه خصوصاً وأنا جارية في الإجراءات تمشي تطلع الرقم المصنفات المكتبة الوطنية، حسيت بقيمة الكلمة بجد يعني، وإنه مش إنك أنت بتقول إحساس وبترجمه لكلمات ويتنسي، لا الموضوع فيه جري وفيه بصمة أنت بتخدها في كل مكان يعني، كل ما أحس إن أنا في نسخة قاعدة موجودة في المكتبة الوطنية لأبد العمر يعني، ده إحساس جميل شديد. فسبحان الله حتى ما أخذت زمن، أنا قلت لهم يا جماعة كنت فاهم القصة غلط، فلو كده نلحق طوالي ونلحق مدارس ريد. جميل. طيب شنو اللي اختلف يا سارة في التجربة الأولى والثانية؟ أنت الآن بتتأهبي عشان تطلق التجربة الثالثة. الثالثة والله هو يعني ما في اختلاف يذكر على المحيط، كل الناس لسه بتسمع الشعر، يمكن بس أنا بقول لهم كل مرة يعني بيقول لي ناس اتأخرتي ليه، بقول يعني يمكن ظروف البلد والأوضاع اللي بتمر بها، يمكن مرت بها بداية من كورونا العالم كله قبلها كمان في السودان الأحداث المتتالية ورا بعض، فالناس بيجت تقول لك لا احنا محتاجين نسمع شعر، احنا محتاجين نسمع كلمه رصينه يعني، الحياه ما بتقيف ودي كده دي دوامه ودي ديمومه، فلا الحروب بتقيف ولا الامراض بتقيف، لكن ده ما يمنع انه الناس ترفع عن نفسها، انه الناس تفرغ الكابت جواها وانه تقرا شعر. فده الحاجه اللي حمستني انه انا اقوم انقل نفسي من جو التنشن الحاصله في السودان او العالم بصوره عامه، وانه انا اصير ان انا اطلع بنفاج نور، عسى انه هو فعلا يكون نفاج نور يعني. طيب نسمع بدايه كده نصنع دي ولكل المشاهدين. نسمع هيا جد ذكراك شجوني. جميل. هيا جد ذكراك شجوني وقلبت فيني المواجع، لسه راجع تحن علي وبالمحنة تجيني راجع، ما فقدت عشم وصالنا وحافظة في جواي مكانك، ديما بتمنى التلاقي وبنسج الآمال عشانك، كل فرح ناقص بدونك، كل فرح ناقص بدونك، وقلبي فاقد ليه حنانك، وصله ما فكر يسيبك، لا حصل في مرة خانك، كيف يسيبك وانت نبضه كل دق عليك تنادي، وكل ما يطروها سيرتك ترتجف عندي الايادي، عارفه قلبك ما بيكسى ولا بيخاصمني ويعادي، وبالظروف حكمت علينا وزودت سهري وسهادي، شوقي ليك ضاعف حنيني وما نقص في يوم وحاتك، حتى وانت بعيد وغايب زايده في جواي غلاتك، بكره تملى حياتي ريده وازرع الحب في حياتك، وتجتمع ارواحنا تاني وتبقى عمري وابقى ذاتك، ولسه ما انقطع العشم وحبل وصال الريد متين، ولسه ما جنعانا منك باقي في جواي يقين، نفتح شراعات الامل ننظم كلام الريد قصيد، ننسج حكايات الوداد نبداها من اول جديد، نمشيها خطوات الامل والبيننا في كل يوم يزيد، نحيا ونحقق للمحال ونعيش عمر الحب مديد، كل سجده معاها دعوه تكون دوام واقف أمامي، وما تغيب عن عيني لحظة وتبقى فيها همسي وسلامي، وحتى في كل اللي بشوفهم في تفاصيلي وكلامي، وجاري في شرياني عشقك وليك مشاعري وكل غرامي، وما بهمون العوازل إيدي في إيدك نعدي، ونبقى زي سنة حياتنا مرة ناخد ومرة ندي، قلبي ما بينساه ريدك وفيك قبلان التحدي، وأصله ما بتخلى عنك لو تقيف الدنيا ضدي، ولسه ما انقطع العشم وحبل وصال الريد متين، ولسه ما جنعانا منك باقي في جواي يقين. يا سلام.
شكرا يا سارة على هذا الاختيار الافتتاحي. نرجع بك شوية تاني لدعاش ولمدارس ريد ونشوف تفاعل الناس مع ما فيها من محتوى ومن قصائد. الناس اتلقت كيف قصائدك واتفاعلت معها كيف؟ ودي يمكن الزاد اللي خلاكي تتجرأي وتطرحي تجربة ثالثة لفاجنة. نعم يعني ابتداء من دعاش يعني يمكن وعلى يدك يا نزار طبعا بعيدة بعد الاستوديو. يعني دعاش تحولت بعد ذاك من ديوان لمجموعة ثقافية كبيرة جدا. أنا من هنا بوجه تحية خاصة جدا, تحية مليانة شكر ومحبة لكل أركان حرب مجموعة دعاش الشبابية الإبداعية. فهي كانت مجموعة أصدقاء سارة كشان. بعد ما خلص تدشين دعاش فإحنا فكرنا إنه إحنا نطور الحاجة من إنهم هم أصدقاء فقط لمجموعة ثقافية, نسري الساحة نحن كمان وندي فرص للشعراء التانيين إنه يعني يجوا عبر حتى ولو منصة دعاش يقدموا الحاجة في معيتهم. فكانت أجمل تجربة أنا شخصيا عشتها اللي هي مجموعة دعاش الشبابية الإبداعية, والحمد لله مستمرين لحد الآن ومتواصلين. فدي كانت أجمل حاجة أنا طلعت بها من تدشين الديوان الأول. جميل. النصوص المحببة لقلبك يا كشان في الديوانين؟ في 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 ديوان دعاش النص اللي انا قريته ده من ديوان دعاش انا بحبه جدا. في ديوان مدارس ريد قصيده مدارس ريد نفسها. مدارس ريد قصيده. طيب مدارس ريد شنو السر في في التسميه؟ يبدو انه المصطلح غريب يعني القصائد ذاتها مسمياتها. في ناس بيكون اصعب مرحله عندهم مرحله تسميه النص. نعم. في ناس بيبدوا بتسميه النص اول بعدها يكتبوا. ليه مدارس ريد يا سارة كشان؟ مدارس ريد لانه انا بحس انه يعني او نص القصيده بيوحي لك بانه انا يعني عايزة أعلم, عايزة أفتح مدرسة. يعني إحنا في دعاش زي ما وريتك من ناحية بتاعت شعر قلنا عاوزين نفتح باب للشعراء المبتدئين اللي عاوزين ناس تدعمهم وناس تقيف معاهم. نص مدارس ريد أنا عكس الناس, أنا ما بجيب المسمى أول, أنا الاسم بيطلع لي من نص القصيدة. تكتب النص أول حاجة؟ بكتب النص أولا, من النص بقتبس الاسم. ففي مدارس ريد أنا حسيت إنه فعلا أنا عاوزة أقدم, يعني أنا عايزة أقدم درس في المحبة. يعني أنا حبيبة شديد فأنا حسيت نفسي أن أنا عايزة أقدم درس في المحبة. فده كان النص بتاع مدارس ريد, جمنوا الاسم. طيب رأيك يا سارة فيما يعرف بالشعر النسائي؟ لاحظنا مؤخرا مصطلحات فيما يلي جوانب الشعر المختلفة, سمعنا من ضمنها الشعر النسائي وبدأ يصنف نوع معين ونمط معين من القصائد على إنها نصوص شعرية نسائية أو قصائد نسائية. هي أنا عندي كثير من القصائد بتاعتي بكتبها بلسان رجل. بعد ذلك بحس نفسي أنه أنا لو كتبت ترجمتها إحساسي كأنثى بحس أنه الإحساس بيصل أسرع. هو الاختلاف وين؟ الاختلاف في الجرأة. يعني أنا مثلاً عندي أخواتي تحسي روحك جريئة في الكتابة؟ أيوة. يعني أنا أخواتي بيقوموا بيقولوا لي يعني أنت ما بتخجلي كده عديل أنت ما بتخجلي بتطلعي كده وبتقولي وبتعترفي بحبك. فهم لسه حاسين إنه الأنثى دي زولة يعني كده آي خجولة وبريئة وكده. هي بس الفكرة في إنه والله عايزين نعبر عن إحساسنا لأنه المسكوت عنه نطلع من اتهام إنه نحن شعب جاف. آي المسكوت عنه مؤلم عرفتها. فما في شيء بيمنع إنه أنا كأنثى أعبر عن إحساسي, أعبر عن محبتي للحبيب, أعبر عن عتابي له. فدي أنا بعتبرها, هنا ما بعتبرها جرأة, بالعكس أنا بعتبرها مصداقية مع النفس. يعني أنا زولة بعكس دواخلي بطلعها للناس, ما بكبتها, فكتمان المشاعر ما حاجة جميلة. شنو الرسالة اللي حاولتي توصليها من خلال مدارس ريد؟ من خلال مدارس ريد إنه الناس يعني تحب وتخلص. يعني أنا دائما ميالة شديد للإخلاص وبيوجعني الجفة جدا وبيوجعني الغدر والخيانة, ما بحب المصطلحات دي خالص. فأنا دائما بحاول إنه يعني الحب ده حاجة عظيمة شديد. لو ما أنت حسيت بنفسك إنه أنت بتحب الزول ما تقول لي وأنا بحبك, قول أي حاجة, أنا معجب بك, أنا مستلطفك, لكن ما تقول أنا بحبك لأنه المصطلح ده حاجة كبيرة شديد ما قدروا ما يقوله. جميل. خلينا نسمع نص. نسمع مدارس ريد. يلا نسمع. مهما تمر سنين وسنين, مهما تمر سنين وسنين وقابل في البشر أصناف, ما بتعشق سواك الروح وغيرك أصله ما بتشاف. حاجات فيك مختلفة بتفرق عن جميع الناس, باسم حتى في زعلك وفيك حنية ما بتتقاس ملاك في كل تفاصيلك, وأغلى من الذهب والماس وقلبك أصله ما بيبخل علي بل فيه من إحساس. سنين يا غالي جمعتنا ومحال في لحظة ننساها, ومهما تكسى دنيانا حنفضل دي من أطراها. نعيش البيننا بإخلاص ونوفي عهود قطعناها, ونكمل في طريق الحب دروبنا ما مشيناها. وحاد رب العباد والكون ومين جمعنا دون ترتيب, وحاد رب العباد والكون ومين جمعنا دون ترتيب, وخلقك انت لي براي وخلاك تبقى أغلى حبيب, ما بقدر أعيش دونك. وقت يا روحي مني تغيب بحس الكون ظلام وسكون, وأقرب زول بشوفه غريب,
تعال نفتح مدارس ريد عشان يتعلموا العشاق كيف الحب بيكون صادق متين الزول يقول مشتاق ولو غلطان سريع يرجع ولآسف يكون سباق دريدة محال حتكمل يوم فصولة ويبقى فيها فراق تعال نعلمهم المحبة بجد وفن الريدة وأسرارة وكيفين يزرعوا الأحلام وباكر يحصدوا ثمارة يكون البيت جنان نعيم حديقة جميلة أزهارة وفي مملكة ما في ليها مثيل ويسعد كل من زارة ومهما تمر سنين وسنين وقابل في البشر أصناف ما بتعشق سواك روحي وغيرك أصلا ما بتشاف. يا سلام يا سلام على المدارس. تسلم يا رب. الواحد من الناس اللي حضرت فينا المدارس. خلينا يا سارة نشوف تطور النص الشعري عندك في الديوان الأول والديوان الثاني وأنت الآن بتقدمي للناس أو تتهيئي لتقديم ديوان ثالث. والله بس أنا يعني حابة إنه زي ما وريتك قلت لك إنه حابة إنه نطلع من الجو بتاع المشاكل والاختناقات والحاجات الحاصلة في البلد فالإحساس والله هو الإحساس يعني ممكن بس ما في جديد الناس حابة إنه ترجع للناس يعني حتى خارج الاستوديو حتى أنت يعني الناس لها سنين ما تقابلت فدي أجمل حاجة أنا مبسوطة شديد إنه نفاج نور يكون حاجة تجمع الناس وترجع لمتابعة حاجات الجميلة اللي كانت فعلا الناس بدت فيها فيمكن هي النصوص جزء منها كان سلفا برضو مكتوب وجزء منها جديد فأتمنى إن شاء الله إنه لما يطلع يعني ينال رضا الناس وإعجابهم يا رب إن شاء الله إن شاء الله. واحدة من الحاجات اللي قصدت أقف عندها في السؤال الفات هو تقييمك لتجربتك أنت ذاته كسارة كشان الشاعر أو الكاتب لما يقدم منتوج أول وإيه القصدة طيب عند الناس بيجي وجرأة بينه وبين نفسه إنه يقدم منتوج تاني أنت قدمتي منتوجين والآن حتقدم منتوج ثالث كيف بتنظري لشكل القصيدة عندك ذاتها من الديوان الأول للديوان الثاني للديوان الثالث أنت تعلمتي من التجربة شنو وكيف يتطور النص عندك ذاته في شكل النظم ويتطور في شكل الكتابة وفي حتى شكل المفردات المتناولة في الدواوين الثلاثة دي كانت إجابة لأكثر من سؤال أنا بيتوجه لي إنه مثلا أنت ليه وقفتي أو أنت ليه بعدتي عن الساحة فبقول لهم إذا يعني ما كنت أنا فما عايز أكون غير أنا فأنا بحس نفسي إنه أنا في دعاش يعني الحمد لله رب العالمين أنا في دعاش اكتسبت مكانة حلوة شديد في قلوب الناس ويمكن حتى أغلب الناس يعني وأنا الليلة طالعة على الحلقة الناس بتطلب قصائد بعينها قصائد بإسمها فدي أنا بعتبرها حاجة كويسة شديد جات مدارس ريد بالرغم من إنهم كانوا قراب لبعض لكن برضو خلق صدى جميل جداً وكل الناس برضو بتتابع فإذا أنت ما قدرت جيت بحاجة يعني هو مش ما هو الإحساس يا هو الإحساس لكن أكيد الإنسان في بداياته يعني حتى في مرات كثيرة أنا من هنا بوجه رسالة محبة لبتي سيما ربنا يحفظها إن شاء الله ويوفقها يا رب في مدارس ريد أنا بقول نعلمهم المحبة في جد وكيف وفن الريدة وأسراره وكيفين يزرعوا الأحلام مباكر يقطفوا ثمارة فهي بتقول لي يا ماما بدل ما تقولي يقطفوا ما تقولي يحصدوا ثمارة هي عجبتها كلمة يحصدوا حست إنها هي يعني المعنى أقرب أو أجمل فأنا بجيت أقول يحصدوا كده بتلاقي نفسك إنه أنت تطورت مع مرور الزمن حاجاتك اختلفت مصطلحاتك ومفرداتك ماشية متطورة أكتر فأنا بحاول إنه أشوف الحاجات اللي كانت صبيانية وصغيرة صغيرة بنغير فيها جميل كده. طيب الشعراء والمدارس الشعرية اللي تأثرت بها أنت وبالتالي خلقت بصمتك في كتابة الشعر يا تو مدارس أو يا تو شعر أنت تأثرتي بكتاباتهم أنا أكاد أكون من نوع خاص يعني عندي قصيدة مثلا يعني أنا عندي قصايد حقيقي أنا بحسها إنها كتبت بإحساسي للعديد من الشعراء يعني حتى الشباب يمكن منهم شاعر امتسال أنا على طول بقول لها أنا بحس إنه أنت القصيدة دي كتبتها بإحساسي شاعر سعادة عبد الرحمن في كثير من الشعراء يعني أنا بس دائما قاعد أحس إن أنا شاعرة نص أو متزوقة في الفن لأغنية مثلا معينة يعني ممكن الفنان الفن ده ما أزواق ممكن يعجبني منه أغنية لو سمعته في أغنية تانية يعني ما أستسيغها كده أو ما أحسها ففي شعراء كتير أنا بحس بصمتهم بتشبه أو بحس بصمتي أنا بتشبه بصمتهم وفي كلمات كتيرة بحسهم عبروا عن إحساسي أكتر مما أنا قدرت أعبر فكنت بقول إنه أنا ياريت لو كتبت النص ده أنا هم ترجموا إحساسي زي ما أنا عايزة أقوله جميل نختار نص تاني نختار نص بعيد شوية عن الحب جميل نقول واجعني قلبي عليه شديد واجعني قلبي علي شديد كاسرني خاطري لينكسر زعلانة مني ولي بلوم في نفسي بعد الحيل فتر يا زول عشان أقدر أطول وعملت كل المستحيل ومشيت براي ضد الجميع ما لي غير ألقاك سبيل أنت الهوى وكل الهوى وقلبي ما بيرضى البديل وجاني منك بس وجع كان الألم رد الجميل هشنو الألم هشنو الألم إنك تفوت عيس حوجتي وما تكترث ليه وجعتي وإنك تزود فاجعتي وتبعد بعيد من دنيتي وتسرق ملامح فرحتي وتسقيني بأيديك سمه شنو الألم
إنه القمر تخفي الغيوم والغيرة تمنع للنجوم أشباح تطوف حولي وتحوم عيوني ما تقدر تنوم بدل السعادة أعيش هموم وتزيدني فوق البي هم وشنو الألم. أنا كنت فاكرة معاك بنسى الفات وما في عليه ندم وأنا كنت شايفة الدنيا بيك وبلاك كل الكون عدم وأنا كنت بحلم أبقى ليك أمك وأبوك الخال وعم وأنا كنت بتحاشى الفراق والله بتحاشى الفراق والليل خاب فيك العشم ما راجي يزول يعطف علي ما راجي يزول يعطف علي ما دام حبيبي خلاص هجر ما فارقتاني الأمنيات خلي الدموع تنزل مطر واجعني قلبي علي شديد كاسرني خاطري لينكسر زعلان لي مني وبلوم في نفسي بعد الحيل فتر. شكرا سارة. ده سحقني لسؤال مهم جدا شكل النمط ذاته من الكتابة وهو دراستك الأكاديمية كيف خدمت تجربتك في الشعر؟ انت زولة درستي علم النفس مش كده؟ نعم. علم النفس هو علم دراسة سلوك الإنسان. نعم. وسلوك الإنسان ده اللي هو مشاعره وحاسيسه وانت دخلتي من باب علم النفس للشعر ومن باب الشعر لعلم النفس. القاسم المشترك ما بين الاثنين مشاركتك للناس إحساسهم. يعني أنا كزولة أخصائية نفسية ومعالجة نفسية لو زول حكى لي مشكلة أنا ممكن أعيش معه المشكلة دي بتفاصيله كلها تماما كأنه يعني أنا بقول الحاجة دي. وبرضو من هنا اللي حابة أوجه تحايا كثيرة شديد لكل أمهات الأطفال اللي أنا شغالة معهم. يعني أنا هسه وأنا جاية على الحلقة أنا جاية من بيت أم أنا شغالة مع أطفالها فجهزت من هناك والبس الناس دي كلها بقت كأنهم أخواتي. يعني مش إني أنا فكرة إنه أنا أستاذة أو معالجة بجي لأطفالهم فالعلاقات بيني وبينهم بتبقى كأني أنا أختهم فعلا. فأنا بحس نفسي إني أنا بتقمص مشاكلهم بتقمص المعاناة اللي بيعانوها وبعيشها معاهم وكذلك الحال في الشعر. يعني أنت ما بتكتب لنفسك بس مرات حتى لو زول حكى لك مشكلة أو حكى لك موقف حاصل بيه أنت بتلقى نفسك ترجمته في شكل شعر. فأنا بحس إنه القاسم المشترك بين علم النفس وبين الشعر إحساسك بالغير مشاركتك لهم همومهم أفراحهم أتراحهم كل التفاصيل دي. جميل. ننتقل لمسألة المشاركة في المهرجانات والمنتديات الأدبية. عندك تجربة في مجموعة ثقافية وأدبية هي مجموعة الدعاش. مجموعة الدعاش الشبابية أنا شاركت في مجموعات كثيرة وكمشاركات عامة لكن دعاش بالنسبة لي أنا كأنها هي بيتي البكر. يعني فكل أفراد مجموعة الدعاش هم أصدقائي وهم أخواني بينصحوني بنقدم النصح لبعض. يعني هم في البداية جو كأصدقاء لسارة كشان لكن في الآخر نحن بقينا كلنا يعني أسرة واحدة فكلهم أنا بوجه لهم التحية. يعني فردا مجموعة الدعاش أثرت برضو الساحة بالعديد من المنتديات الشعرية بالعديد من المحافل وإن شاء الله هسا قريب بإذن الله راجعين ومن هنا ولكل أعضاء مجموعة الدعاش وأفراده وبالأخص للأخ يعني الصديق والعزيز عبد القادر محمد بقول له جزئية بتاعت نص هو طالبة فبقول له كفاية غربة وابتعاد كفاية غربة وابتعاد درويش هواك نقرول وطار ما واعي بكل الخلق عايش ضياع حسرة ودار فقداك كل الأمسيات والقمرة والنيل والخدار يا ريت تعود تملى المكان فرحة وتنور للديار يا ريت تعود تملى المكان فرحة وتنور للديار يا ريت مجموعة دعاش كمان إن شاء الله تعود تنور للديار بإذن الله. نحن شاكرين لك جدا سارة كشان وللحوار والمساحة جمعتنا معك وإن شاء الله قريبا نفاج نور يرى النور ويجد مكانه في المكتبات ويلحق برفيقاته من دعاش ودارس ريد وانفق دائما إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك كثير يا نزار. شكرا. دي كانت مساحتنا الثانية من ضلال الأصيل لرفقة الشاعرة سارة كشان وهي أخصائية نفسية كذلك قدمت للمكتبة السودانية ديواني شعر وهي مدارس ريد ودعاش.